فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الدم الذي يخرج من البواسير؟ هل يلزم نظافة الملبس وهل يلزم تنظيفه؟ الدم اللي يخرج من البواسير أو غيرها من الجروح إذا أصاب الثوب يجب غسله، إذا أصاب الثوب وجب غسله من الثوب لأنه نجس، أما إذا لم يصب الثوب فإنه يتسامح في الشيء اليسير، لا ينقض الوضوء، تسامح باليسير. نعم.